فيه مؤسسة ناشئة في قطاع الصيد البحري وتحصلت على العلامة مؤسسة نشأة، وهي الآن يعني في صدد يعني الإقلاع كغيرها من المؤسسات من القطاعات الأخرى، وهذا طبعا بالتنسيق مع زميلي وزير مؤسسة النشئة والمؤسسات المصغرة. هي تطوير التكنولوجيا فيما يخص خاصة جينات الأسماك وتطوير تربية الأسماك الصغيرة، إيجاد حلول من أجل تعظيم الإنتاج مثل ما هو معمول به في العديد من الدول التي تعمل بالبحث التطبيقي في هذا الميدان. وقطاع الصيد البحري يعني قطاع مشارك، حيث أنه له عضوية في اللجنة والمجلس الوطني للمؤسسات الناشئة، وهذا يعني كغيره من القطاعات الأخرى لا محال من المقاولة وريادة الأعمال وتطبيق التكنولوجيا إن شاء الله.